النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية، مساء الخير. البداية مع العناوين. وزارة التربية تكرم 25 شابا وشابة من ذوي الإعاقة في جمعية الرجاء بدمشق. لقاء تشاوري بين اللجنة الوطنية السورية لليونسكو ومكتب اليونسكو ببيروت. الشعب النقابية للمعلمين تبدأ عقد مجالسها السنوية في حما. أهلا بكم. كرم وزير التربية الدكتور دارين طباع 25 شابا وطفلا من ذوي الإعاقة في جمعية الرجاء لرعاية وتأهيل ذوي الإعاقة بمناسبة اختتام برنامج ضوية أمر الذي يعرض على شاشة الفضائية التربوية، وذلك بهدف تسليط الضوء على مواهبهم وتشجيعا لهم على تجاوز إعاقاتهم وإظهار إبداعاتهم ودمجهم بشكل أكبر في المجتمع. الوزير طباع خلال التكريم أعرب عن أهمية دعم ذوي الإعاقة وتقدير جهودهم للانخراط في المجتمع، لافتا إلى دور الأسرة لكونها اللبنة الأولى والأساسية، مشيدا بالعلاقة التشاركية مع المدرسة للانطلاق بجيل جديد للمستقبل، مثنيا على جهود المعلمين في دعم تلك الفئات وإظهار إبداعاتهم ومواهبهم، مؤكدا حرص الوزارة على توسيع نطاق الدمج في المدارس. تعزيزا لدور الشباب الفاعل، لقاء تشاوري بين وزير التربية رئيس اللجنة الوطنية السورية لليونسكو الدكتور دارين طباع وخبيرة برامج العلوم الاجتماعية والإنسانية في مكتب اليونسكو الإقليمي للتربية في الدول العربية ببيروت الدكتورة سايكو سوجيتا لمناقشة مشروع الكنوز في الداخل الذي يعنى بتأهيل الشباب وتدريبهم. الوزير طباع أكد حرص اللجنة الوطنية على تقديم الدعم اللازم والتسهيلات لضمان تنفيذ المشروع ونجاحه، وضرورة التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات والقطاعات الوطنية الرسمية والمجتمعية للنهوض بقدرات الشباب ومعارفهم، فضلا عن تسهيل تنفيذ أعمال المنظمة في سوريا. يذكر أن مشروع الكنوز في الداخل يهدف إلى تمكين الشباب كعوامل للتغيير في مجتمعاتهم من خلال تطوير مهاراتهم ومعارفهم للحوار بين الثقافات والسياسات الشاملة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز القدرات المؤسساتية للمنظمات التي تقودها الشباب. طروحات مهمة تخص الشأن التربوي وأوضاع المعلمين وصناديق التكافل كانت من أهم المداخلات في المجلس السنوي لشعبة نقابة المعلمين الثانية، ولسلطان والتفاصيل. طروحات هامة تخص الشأن التربوي وأوضاع المعلمين وصناديق التكافل كانت من أهم المداخلات في المجلس السنوي لشعبة نقابة المعلمين الثانية بحما. ينعقد اليوم المجلس السنوي لشعبة المدينة الثانية لنقابة المعلمين. كان هناك مجموعة من الطروحات لزملائنا المعلمين تمت الإجابة عليها وفق الإمكانات المتوافرة. كان هناك أسئلة عن طبيعة العمل وأسئلة عن الامتحانات القادمة. طبعا هناك تعاون كبير ما بين مديرية التربية ونقابة المعلمين باعتبارهم جسد واحد. نقوم بمساعدة زملائنا خلال العام الدراسي بكل ما يطلبوه بالمشاركة مع زملائنا بمديرية التربية الذين الحقيقة يقدمون لنا جميع الدعم المعنوي والمادي. وطالب المجتمعون بضرورة إيجاد واردات تدعم عمل النقابة من خلال المشاريع والاستثمارات العائدة للنقابة. نحن بهذا المؤتمر تم طروحات كثيرة جدا. الشيء الذي نتمنى هو أن نجد أذن صاغية لهذه المقترحات. نحن نتمنى، يعني كان في كثير مداخلات جميلة جدا، ولكن أين الحل؟ نحن نريد الحل وليس المقترح. ينعقد اليوم المجلس السنوي لشعبة المدينة الثانية لنقابة المعلمين، يتم فيه طرح مشكلات وهموم المعلمين ومعالجتها. كما طرح خلال الاجتماع مداخلات حول طبيعة العمل للمعلمين وإنصاف الجميع. المحطات هي انطلاقات هامة للوقوف على متطلبات وحاجيات المدارس، الوقوف على هموم رفاقنا المعلمين. وتعد المجالس السنوية محطات هامة يطرح فيها هموم ومشاكل المعلمين بهدف معالجتها وتلافيها. وللسلطان، الفضائية التربوية السورية حما.
يتابع مهرجان صغار كبار الفنون وتجمعنا تنفيذ نشاطاته وفعالياته في المدارس لانتقاء الفرق التي ستشارك على مستوى محافظة حماة. التفاصيل في هذه التغطية. يتابع مهرجان صغار كبار الفنون تجمعنا تنفيذ نشاطاته وفعالياته في المدارس لانتقاء الفرق التي ستشارك على مستوى المحافظة. ضمن خطة وزارة التربية عم يشارك في مهرجان صغار كبار الفنون تجمعنا بالأربع فعاليات: الرياضة، الموسيقى، الرسم ورياضة الأطفال. الهدف من هذا الأمر أنه نحن بدنا المواهب الموجودة عند أولادنا أنه هي تظهر. يعني نحن عم نخدم هاي الأهداف ونحن عم نتشارك مع الوزارة بهاي الأهداف. وتضمن مهرجان مدارس جمعية المرأة العربية العديد من الفعاليات الرياضية والموسيقية والفنية والرسم. طبعا نتابع تنفيذ نشاطات مهرجان كبار صغار حيث يتم مشاهدة جميع الأنشطة على جميع الأنشطة، ويتم الانتقاء الأفضل من هذه الأنشطة والانتقال بها إلى المهرجان المركزي. وأبدى المشاركون في المهرجان حماسهم في سبيل إفراغ طاقاتهم الإبداعية حسب مواهبهم. حضرنا الطلاب بشكل كتير كبير من أول السنة لهلا حتى نوصل لهذا الشيء اللي أنت شايفه هلا. يعني المهرجان حيكون بأعلى ما يمكن. اليوم سوف نتحدث عن فن الطباعة. أولا استعملنا ألوان حجرية وبدأنا برسم دائرة بيضاء ثم دائرة حمراء ثم دائرة ذهبية. شاركت اليوم بالمهرجان بالجري وأخذت بالمراكز الأولى خلال يعني وقت زمني، وكان هذا النشاط كثير حلو. كانت المنافسات كثير حلوة ومشوقة واستمتعنا فيها. ويعد المهرجان فرصة للمتعلمين لإظهار مواهبهم في المجالات المختلفة من فنون ومسرح وموسيقى ورياضة. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حماة. نشرتنا مستمرة وفيها أيضا انطلاق بطولة الشطرنج الفرعية الأولى بين المعلمين في السويداء. أهلا بكم من جديد. أقام مكتب النشاط والمشاريع الفرعي لنقابة المعلمين بالسويداء بطولة الشطرنج الفرعية الأولى بين المعلمين على مستوى المحافظة. سماهر دنون والتفاصيل. بالتعاون بين المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بالسويداء واللجنة الفنية في فرع الاتحاد الرياضي، أقام مكتب النشاط والمشاريع الفرعي بطولة الشطرنج الفرعية الأولى هذه على مستوى المحافظة بين عدد من المعلمين من الاختصاصات كافة ممن هم على رأس العمل والمتقاعدين. هاي اللقاءات بين الزملاء فيها نوع من التنافس، فيها نوع من التشجيع لزملائنا على الاستمرار في الرياضة. هي البطولة هي البطولة الفرعية الأولى لنقابة المعلمين. عندما نقول بطولة فرعية للنقابة هذا يعني أن يشارك فيها جميع معلمين المحافظة من جميع الشعب، إن كانت في شعبة، في المدينة، في الريف، في صلصد. والجدير بالذكر أن نادي مدد للشطرنج بادر بتقديم الصالة دون مقابل لإنجاح البطولة، إضافة إلى جوائز للفائزين بالمراكز الأولى، حيث حصل على المركز الأول المعلم ربيع الأشقر، والثاني المعلم بسام الحسن، والثالث المعلم ثائر الجمال، في حين حصلت المعلمة أنعام دنون على المركز الأول، والمعلمة رسمية أبو حسون على المركز الثاني إناث. حبيت احتك مع الوجوه الطيبة كلياتهم أبطال، بس أنا حبيت أعرف قدراتي غير أني أنا مدربة بتعامل مع الأطفال. أول بطولة للإناث نحن نشارك فيها ونقابة معلمين، يعني حسينا حالنا رجعنا شوي بالزمن لورا، أنه صغرنا شوي فيك تقولي، أو استعدنا أيامات الطفولة مع التلاميذ. كانت البطولة مشاركة 13 لاعب ذكور وإناث، وحبوا كمان يلعبوا سوا بمجموعة واحدة يعني. وبالنسبة للمستويات يعني في بعض المشاركين بيشاركوا ببطولات المحافظة وبمستويات جيدة يعني، والبعض كمان جديد على الساحة. نحن أي مبادرة، أي فعالية نقدر نساعد فيها نحن جاهزين. مشكورين نقابة المعلمين لنشر لهي الثقافة ومحاولة نشر هي الثقافة. تأتي هذه البطولات ضمن خطة مكتب النشاط الفرعي لنقابة المعلمين المتضمنة النشاطات الفنية الرياضية والموسيقية بالتشاركية مع النقابات الأخرى والمجتمع المحلي. للتربوية السورية، سماهر دنون، السويداء. ونبقى في السويداء. تجمع لسبع مدارس ورياض أطفال
تابع لمجمع شهبة التربوي في مدرسة الشهيد بشير شعبان ومسرح مدرسة الشهيد كمال مسعود في مدينة شهبة بالمحافظة ضمن فعاليات مهرجان صغار كبار الفنون تجمعنا سماهر دنون والتفاصيل. بهذا الحضور التربوي والأهلي اللافت بدأت فقرات المرحلة الأولى من مهرجان صغار كبار الفنون تجمعنا في عدد من المدارس التابعة لمجمع شهبة التربوي متضمنا فقرات فنية وطنية تراثية ورياضية هنا في مسرح مدرسة الشهيد كمال مسعود بمدينة شهبة بالسويداء. مراحل المهرجان نحن بالنسبة لرياض الأطفال على مستوى كل روضة عم نحضر الفعاليات لهذا المهرجان بكل روضة على مستوى المحافظة وثم تتم على بشكل مناطقي وبعدين على مستوى مركزي على مستوى المحافظة. هذا وقد استضافت مدرسة الشهيد بشير شعبان في مدينة شهبة المعرض الفني لتلاميذ كل من مدارس الشهيد فؤاد حرب وسعيد المخول وأنيس عواد ورأفة علبة وروضة الحنين من مدينة شهبة ومدرسة الشهيد ثامر حيدر من قرية مجادل. جميع الفقرات متميزة وهناك جهد حقيقي من قبل الطلاب أو الفئات العمرية المشاركة وأيضا جهد من خلال متابعة زميلاتنا مدرسات الرسم والموسيقى والرياضة وأيضا من ناحية التنظيم. طبعا هي وقفة للفرح، موقف هيك جمعنا كلنا بهالمكان مجموعة من الباقة من كل مدرسة قدموا أجمل ما عندهم. طبعا هذا الشيء كان بجهود كثير كبيرة من معلمينا بالتوادنا بالمدارس كلها. اللوحات كانت كلها هادفة تحكي عن المعلم، تحكي عن النظافة، تحكي عن الحذر من الألغام، عن التدخين ومضاره، وفي عنا الأعمال اليدوية كانت بإشراف الأنسة إيناس زريفي من توالف البيئة بحصص التعليم الوجداني. شاركت بلوحة كوسيكوساء برسم قلم بالإيفا وشاركت بعنوان المهرجان. شاركت بلوحة الوهم البصري، لوحة المانديلا ولوحة القف، وكان المعرض حلو. نشر الفرح، تنمية المواهب وغرس القيم وغيرها أهداف عريضة يحققها هذا المهرجان للتربوية السورية. سماهر دنون، السويداء. انطلاق حملة التوعية حول آفة المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع وطرق الوقاية منها في الثانوية الصناعية منير ديب بطرطوس. ماهر مرشحة وهذه التغطية. تحت شعار شبابك صحتك أمانة، أقامت مديرية التربية في طرطوس عبر دائرة البحوث شعبة الإرشاد النفسي مبادرة التوعية من آفة المخدرات بالتنسيق مع قيادة شرطة المحافظة، وذلك في ثانوية الشهيد منير ديب المهنية بطرطوس. تنمية الوعي لدى الشباب تحديدا في مرحلة المراهقة حول إمكانية حل المشكلات التي تعترضهم الضغوط النفسية والاجتماعية بأشياء وأساليب أخرى بعيدا عن المخدرات. الإرشاد النفسي كتير كتير دوره مهم بالتوعية لهذا الطالب إذا هو ينحرف لهذا الاتجاه أو هذا الاتجاه إنه لا تسيره بالاتجاه الصحيح. طبعا بالتعاون مع الإرشاد النفسي بالبحوث والتعاون مع مديرية التربية طبعا هذه تكاتف الجهود كتير مهم. التعريف بمخاطر المخدرات واستخداماتها والأضرار التي تسببها للصحة جسديا ونفسيا واجتماعيا وآثارها على الفرد والأسرة والمجتمع وطرق الوقاية منها، إضافة لشرح مفصل بالجانب القانوني والتشريعات الصارمة وتوضيح القوانين والعقوبات المتدرجة كانت محاور الندوة. المواد المخدرة من وين بتجي؟ كيف بتأدي بالشخص خصوصي عند فئة الشباب الصبايا والبنات الموجودين؟ شو أهم الأعراض بتظهر على الشخص المدمن؟ أعراض البدنية الجسدية النفسية الاجتماعية. كما تم الاستماع إلى استفسارات الطلاب حول هذا الموضوع وتم الإجابة عنها وتوضيح أي غموض حولها. نشكر قسم الإرشاد وقسم الشرطة لأنه قدموا لنا نشرة توعوية لمضار المخدرات، تعرفنا من خلالها على مضار المخدرات والعقوبات الرادعة. نبتعد عن رفقة السوق وأنه نبتعد عن الأماكن المشبوهة، إنه مش بحيث إنه أي شيء بيصير معنا نخبر أهالينا عليه. ويذكر أن المبادرة مستمرة في مدارس محافظة طرطوس ومجمعاتها طيلة شهر آذار، بالإضافة إلى أن المرشدين ينفذون في كافة المدارس حصص توجيه جمعي للتوعية ضد خطر المخدرات بالتزامن مع المبادرة. للفضائية التربوية السورية، ماهر مرشحة، طرطوس. نهاية النشرة، هذا تذكير بالعناوين. وزارة التربية تكرم 25 شابا وشابة من ذوي الإعاقة في جمعية الرجاء بدمشق.
لقاء تشاوري بين اللجنة الوطنية السورية لليونسكو ومكتب اليونسكو ببيروت. الشعب النقابية للمعلمين تبدأ عقد مجالسها السنوية في حما. كان هذا كل ما لدينا، شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.